تجوزيني؟ انت ولد صغير. فين تركز جيتا؟ عفوا يا اخوي، في اخبار عن بيت نوبة؟ لم تخبرني. مش حكيت؟ مع السلامة طبعا. استاذ ناصر، بتعامل ابني مثل مثل باقي الاولاد. هو مش بمستوى الاولاد التانيين. هو اشطر من باقي الاولاد. ليش هيك؟ وين ابوي؟ وينه؟ تتذكر شو حكى لك؟ اتجاه الشمس. هناك دار. محل الشمس بتروح كل يوم. هذا 97. بس قاعدين نضيع وقت هان. لقيت بدك تصير زلمه. امشي طارق، اتحرك. انا محرم. شفنا ضواب القدس، شفناهم. طارق ليش ما تزوجتش صغيره؟ يا ريتني تزوجت اصغر. زبيب طارق، انت خليته يروح. طبوا اولادكم بسرعة. كيف ضيعنا كل شيء؟ ما ضيعناش.